هيتحط خطة استراتيجية بالنسبة للدولة كلها، وهيتحط لكل محافظ نطاق معين في عمله، في هو بيشتغل فيه سياسة التركيز، ان احنا بنركز على المحافظة، هنبدأ من هنا تبدأ عملية الإدارة، وبالتالي هيشرك المجتمع، هيكون شريك، ودايما هنطبق الإدارة المجتمعية، يبقى هو شريك مع الجهاز التنفيذي في الإدارة خلال الفترة القادمة إن شاء الله. طبعا احنا بنشوف دلوقتي ان احنا في يعني في محافظات فيها موارد كتيرة جدا، في محافظات ما فيش فيها موارد خالص، في محافظات لابد ان احنا ننمي الموارد اللي فيها بطريقة معينة، في محافظات التركيبة السكانية فيها ما يعني مش متجانسة، هنبدأ نعملها، هنبدأ ننفذ بان احنا كل محافظة تبقى تركيبة السكانية بتاعتها متناسقة، وده كله بيراعى أثناء عملية الترسيم. طبعا أهم جزء فيها زي ما سعادة معالي رئيس الجمهورية ذكر، ان احنا بنعمل كالآت، ان احنا بنوجد فرص عمل للشباب، لان انت لما بتوسع الرقعة الزراعية بتحقق مبدا العدالة الاجتماعية. العدالة الاجتماعية ان احنا بنوسع الارض، بتفتح فرصة للشباب، في 4 مليون فدانين داخلين، في مصانع هتقام في المنطقة الصناعية، يعني من ضمن المناقشات الأخيرة اللي سيادة معالي رئيس الجمهورية ذكرها حتة ان احنا لابد توسع في انشاء المدن الصناعية على مستوى مصر كلها، تطوير او التطوير وتحديث المدن الصناعيه الموجوده بشرط انها تستوعب اكبر عدد ممكن من المصانع عندنا، ده كله من اجل ايجاد فرص عماله للشباب. في محافظات تم توسيعها، في محافظات تم استقطاع منها. لا، المحافظات اللي تم تقطيع منها اللي هي البحر الاحمر بتخمن، لان لابد يتعمل منفذ على البحر الاحمر منها، زائد ان انا بدي عمق للمحافظه، لان المنطقه دي كلها صحراويه الموجودة بين الحتة على البحر والمقر محافظة التانية كلها صحراوية، فالاستقطاع كله مناطق صحراوية. المنيا خدنا حتة عشان نعدل الخط بس، وحتة حتة صحراوية برضه، وبعدين مساحة المنيا كبيرة جدا، أكبر مساحة في المحافظات اللي انتم شايفين، أكبر مساحة موجودة في المحافظات كلها، فاتخذنا حتة عشان ترسيم الحدود.